بعد تخرجها من الجامعة بتخصص نظم المعلومات الحاسوبية وانتظارها طويلا للحصول على وظيفة. مروة البشابشة تعلمت حرفة صناعة الريزن والتسويق لتساهم في زيادة دخل عائلتها وتحدي مصاعب الحياة. أنا مروة عبد الحميد البشابشة، خريجة نظم معلومات حاسوبية بسنة 2012. من وقت التخرج لغاية اليوم ما حالفني الحظ إني أشتغل أو أتعين في مجال دراستي وتخصصي، فاتجهت لموضوع الحرف اليدوية بالأخص حرفة الرزن. حرفة نوعا ما سهلة لكنها دقيقة جدا. في البداية أنا تعلمتها من اليوتيوب اجتهاد شخصي، حاولت أقرأ عنها كثير، أتعلم مظاهرها وفوائدها كمادة كيماوية ممكن إنه يصير فيها تفاعل. بلشتها على قطع جدا صغيرة كإكسسوارات إلي للمنزل، فلما بلشت إني أتمكن من الشغل فيها بلشت أشتغل على قطع أكبر مثل الصواني، المضايف، الكوسترات. بعد هيك حاولت إني أدمج حرفة الرزن مع حرفة يدوية ثانية وهي الكروشيه. صرت أعمل حقائب يدوية للسيدات بتشتمل على الرزن مدموج بخيط الكروشيه، فهي الحرفة أمنت إلي دخل. ما بقدر أحكي إنه هالدخل ثابت، لكن دخل مساعد لعائلتي متفاوت من فترة لأخرى، متفاوت من شهر لشهر ثاني. بإذن الله أنا يعني مفكرة لو قدام شوي إنه أنا أحاول أدمج هاي المادة أو اللي هي الرزن بموضوع آخر وهو الخشبيات، أحاول أعمل منه لوحات جدارية مدموجة ما بين الخشب والرزن. وأنا كمبتدئة في هاي الحرفة ممكن أحياناً أفتقر لأساليب التسويق اللي ممكن إنها توصل هاي الحرفة للسوق بشكل أوسع، فكل أمل إن شاء الله إني أوصل لمؤسسات، لجهات داعمة إنها تساعدني في تسويق منتجاتي وتوصيلها إلى السوق بشكل أفضل.